واحد بيتجوز وعنده اطفال، ثلاث اطفال، فالراجل اللي عنده ثلاث اطفال ده بعد عنكم جاله تعب في القلب، فلما جاله تعب في القلب حصل ربكة في البيت. ليه؟ لانه له اخ شاب مات بالقلب وابوه مات بالقلب، فامه طبعا كانت صدمة بقى، قالت يعني معقولة اشرب نار جوزي ونار ابني وابني الثالث كمان ويسيب اطفال؟ فراحت المغارة او الطحونة بتاع البابا كيرلس ووقفت هناك قدام صورته وقلت له مش ممكن ابدا يرضيك، انا جايالك زي المرأة الكلعانية اللي وقفت قدام المسيح وقال لها لا يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب. شبهني زي ما انت عاوز تشبه، قول علي اللي انت عايز تقوله، لكن انا مش عايز اشرب ناره واشوف عياله يعني ايتام ومراته ارملة. بتقول لقت البابا كرونوس بيضحك لها في الصورة وبيقول لها خلاص. فالست جالها حالة هستيريا كده، خلاص البابا كرونوس بيقول لي ايه؟ خلاص. رجعوا خدوه عملوا له رسومات قلب تاني، طلع القلب ايه؟ الدكتور راح قال له مين قال لكم اللي عنده القلب؟ قالوا دي الرسومات اهي. قال لا لا، الرسومات دي مش بتاعته، دي بتاعت حد ايه؟ حد تاني غير المستطاع عند الناس، مستطاع عند الله. وصدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. عم لبيب راجل طيب من الزقازيق، وبتوع الزقازيق ناس طيبين قريبين للصعايده يعني اللي انا منهم. وعم لبيب كان عيان، لكن وهو عيان صحي من النوم بيقول لمراته اندهولي البت اللي متجوزه في مصر واتصلوا باخويا اللي ببنها اجمعولي العيله كلها عشان انا خلاص. اتلمت مراته واولاده، ليه يا بابا؟ في ايه؟ انت ليه صاحي بتقول كده؟ قال لهم ابدا يا اولاد، انا اصلا حلمت بالبابا كيرلس، والبابا كيرلس لقيته جايب معاه عيش فبيديكوا كل واحد رغيف. فانا قلت له طب يا سيدنا انا ما خدتش. قال لي خلاص العيش خلص يا لبيب، فطالما البابا كيرلس قال العيش خلص يبقى العيش ايه؟ خلص. اتصلوا ببنته اللي في مصر واتصلوا باخوه اللي ببنها وقاعدين معاه قعده حلوه، وبيقول اه يا سدري سند ظهره لورا وبيدوروا على عم لبيب، لو عم لبيب العيش بتاعه ايه؟ خلص. وصدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. البابا كيرلس قال له العيش خلص، خلاص احنا هنعدل على البابا كيرلس. مرة البابا كيرلس واقف في البطرخانة في صالون الاستقبال، وهو واقف في صالون الاستقبال لقى واحد كده افندي قال له تعال يا ابني تعال، ده انت صاحب عيال وحملك تقيل، تعال يا ابني. الراجل بص له كده قال له انا سيدنا؟ قال له ايوه يا ابني. قال له انا سيدنا ما عنديش الا بنت واحده. قال له ما انتش فاهم يا ابني، ده انت حملك تقيل وصاحب عيال. قال له يا سيدنا صدقني انا ما عندي الا ايه؟ الا بنت واحده. قال له طب يا ابني بكره تفهم. بكره ايه؟ ليه اخ راجل صنايع على قد حاله كده عنده سبع عيال ففجأة اخوه ده تاني يوم مات؟ مين ملزم بتربية عيال اخوه؟ هو اللي عنده ايه؟ اللي عنده بنت واحدة. راح لقال له يا سيدنا، قال له ما انا قلت لك يا ابن حملك تقيل وصاحب عيال.
ما صدقتنيش. ازاي عرفها البابا كيرلس دي؟ انا مش عارف، لكن صدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. واحده رجعت من اسكندريه او جت من اسكندريه تفسح عند بنت خالتها، الكلام ده كان مثلا في الستينات، كانت التذكره من هنا لاسكندريه باتنين جنيه واربعين قرش، مش عارف، ولا اتنين جنيه وثلاثين قرش، حاجه بسيطه يعني. فاللي حصل قعدت صاحبتنا دي تفسح وتروح جنينه الحيوانات وتروح الاهرام وتروح معرفش مين، الفلوس اللي معاها ايه خلصت. فقالت لي بنت خالتها، بقول لك ايه يا بنت خالتي، سلفيني 3 جنيه، او على ما يقولوا بتوع اسكندريه 3 جنيه، ولما اوصل اسكندريه ابعتهم لك. قالت له ماله يا بنت خالتي، اتفضلي. راحت عطتها الايه؟ الفلوس. اخذت منها الفلوس، قالت طيب اخر زياره ازورها بقى، اروح ازور البابا كيرلس. فرحت البطرخانه في كلود بيه في الدرب الواسع، دخلت تزور البابا كيرلس، وهي بتزور البابا كيرلس، البابا كيرلس قال لها تعالي يا بنت يا اسكندرانيه. نعم يا سيدنا. قال له يا ابني. قال له نعم. قال له هات لها 3 جنيه من جوه. بتوع ايه دول يا سيدنا؟ قال لها يا بنتي ابوكي اولى من بنت خالتك، لما تعوزي تطلبي من ابوكي ولا تطلبي من بنت خالتك؟ طب اش عرفوا ان هو ان هي مستلفة 3 جنيه من بنت خالتها؟ انا معرفش الراجل ده كان بيعرف ازاي. هو كان راجل اقول لك عليه صدق ولا بد ان ايه، لكن احنا خطايانا واسامنا واقفة قدام عينينا، شرورنا ومعاصينا واقفة زي حاجز، نقول له ايه اللي لا دي؟ سامحنا يا فدينا، باركنا يا يسوع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع. واحدة بعتت لي جواب من اسكندرية بتقول لي كان عندها بنت وبتصلي ان ربنا يخاولها البنت. صوت السحب شوية. كانت بتصلي ان ربنا يخاولها بنتها، فاللي حصل انها حملت، وكانت وهي حامل تقول يا بابا كرولوس اديني، يا بابا كرولوس انا عايزة تديني. فكان نفسها تجيب ولد عشان ايه، يعني زي ما بيقولوا تخاوي البنت بولد. فلما حملت جوزها قال لها شوف يا بنت الناس، الواد اللي هيجي ده انا لازم اسميه على اسم ابويا، اسميه زكي. قالت وانا يقولوا لي يا ام زكي برضه يعني ايه؟ مش هي. قالت لي شوف يا فلان، انا نادره ان اذا جبت ولد هسميه كيرلس. قال لها ابدا، اسميه على اسم المرحوم ابويا عشان احيي ذكرى المرحوم ابويا. طب ده انا خايفه لحسن اجي اولد يحصل لي حاجه، ضميري تعبني. تقول له لكن يا خايفه كله يعني يقولوا لي يا ام زكي، هيقولها ايه زكي ما هو ابويا، هتعمل لنفسها ايه مشكله؟ الا انها سابت الموضوع وتقول له يا رب اتصرف انت، انا نفسي يكون اسم ابني كيرلس. وحانت ساعة الولادة وتروح منزلة ولدين عشان تسمي كيرلس وتسمي زكي، ويجي لها البابا كيرلس في المستشفى قال لها مبسوطة كده يا ست عشان محدش ايه يزعل. وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. عجائب الله في قديسين. بمناسبة ما احنا هنتكلم النهاردة على تسرق، عيلة في امريكا كانت حاطة صورة البابا كيرلس في وش الشقة كده، والناس دول خرجوا، وطبعا هم قاعدين في ولاية اسمها شيكاغو، وشيكاغو دي معروفة بالحرامية، فيظهر حرامي راح فتح الايه
الشقة وفوجئ بالصورة في وشه ابو عمة غليظة ده وماسك في ايده صليب وحاطينه في وش الشقة، بيقولوا انه الحرامي اتخض ووقع على صدره ولسانه اتربط ما قدرش يقوم وفضل على الحال ده لغاية ما يقوم اهل الشقة ومسكوه. ايه يا عم انت في ايه؟ قال لهم انا داخل لقيت الراجل ده وقعت وربطني ما قدرتش اتحرك لغاية ما انتوا جيتوا. قعد يبوسه في صورة البابا كيرلس ويقول له فعلا انت حامي شقتنا وشفاعتك مالية ومليانة بركتنا، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. سيدة كتبت في جواب بتقول كنا في العالمين في المصيف وجوزها معاها، لكن جوزها سابها هناك هي وبنتها الصغيرة ونزل الشغل، يعني سافر وسابهم في المصيف. فبتقول ان هو سافر من هنا وبنتي حرارتها ارتفعت من هنا، وانا في صحراء اروح فين واجي منين في المصيف وفي الصحراء؟ بتقول يعني اللي قدرت اعمله ان انا استخدم يعني برشام معرفش ايه، لكن مفيش فايدة، الحرارة مش راضية تنزل. لكن بتقول افتكرت اني انا معايا زيت من زيت البابا كيرلس في الشنطة بتاعتي. بتقول فطلعت زيت واعمل ايه، فقالت يعني عصت صباعي زيت وزي ما بيعمل ابونا دهنتها بالزيت والبنت سخنة نار سخنة نار. وبعدين البنت نامت ونعست، صحيت الصبحية بتقول لها يا دودة حبيبتي اجيب لك كوباية لبن؟ قالت لها لا. البنت على فكرة عمرها سنة وتسعة اشهر يا دوبك بتطلع الكلام بالعافية. قالت لها لا مش هصلى بلبن. قالت لها ليه؟ قالت لها البابا لولوس زقاني من شوية. شفتيه فين يا حبيبتي؟ قالت لها وانا نايمة، وقال لي قومي يا دودة. تحط ايدها على راس البنت تشوف حرارة تشوف حاجة، البنت بقت زي الايه زي الحصان. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. راجل اسمه عم يونان قالوا له ما دريتش ده البطرك بتاع النصارى يا اخي بتاعك ده، راجل بركة او بيعرف الناس. قال يا اخي يعرف الناس ايه؟ ليه يعني بيضرب المندل؟ انا ما صدقش في الكلام ده. قال له طب تعال نشوف. طيب ادين انا اسمي يونان وعمري ما شفته، هشوفه يعرف اسمه ولا لا. فدخل عم يونان مع قرايبه الصالون بتاع البابا، كان يستقبل الناس البابا كده، كان باب من هنا وباب من هنا، الناس تخش تسلم تاخد بركة وتطلع. اول ما دخل العم يونان ده الا والبابا كرولوس قال له جيت يا هراب. قال ده اكيد واحد اكيد مش انا اكيد ده يعرفه، بيبص وراه كده. قال له انت 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 يا هراب. قال له انا ايوه انت ابو بدله كحلي انا يا سيدنا. ما يعرفنيش. عشان تعرف ان ضربت معاه لخمة فكرني واحد يعرفه، عشان تعرف ان الخطوط دخلت عنده ايه على بعض. انا؟ قال له ايوه انت. قال له قريبه شايفين اهو ما عرفنيش، عمل نفسه عرفني وهو ايه ما يعرفنيش. قال له يا سيدنا هو قداستك تعرفني؟ قال له ايوه يا ابني. قال له تعرفني ازاي يا سيدنا اول مرة؟ قال له مش انت يا ابني يونان؟ ويونان ده الهراب اللي هرب من ربنا. الرجل راح ساجد قدام سيدنا قال له يا سيدنا اخطيت وسامحني وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحد كان راح دير مرمينة والبابا كرولوس كان هناك، والراجل ده واقف في الكنيسة من ورا، ويعني حدث امر كده. شايف الراجل بقى الراجل ده، وكان راجل من اسكندرية وكان راجل مش مسيحي يعني. فبيقول للراجل اللي رايح معاه طبعا رايح يتفرج،
اللي هو الراجل اللي ابونا ده اللي قدام ده بيبيع عرق سوس عشان شايف ابونا بيضرب بالايه بالدف. قال لي يا اخي عيب بس ما احترم ده بيت ربنا بس. قال له صدقني شكله كده زي ايه زي بتاع القرق سوس. وطبعا كاتدرائيه مرمينة يعني اكبر من كنيستنا دي فتلاقي طبعا زحمه وفين بابا كرولوس خلص والناس بتسلم وده واقف وده وقف الصف زيه يعني هو البطرك يعني معلمين النصارى ولا على راسهم ريشه اه كله وقف الصف. وجي عند صاحبنا دوه وجاي يسلم على البطرك راح يمسكه من شعره وراح بالقلم المحترم وراح ايه وراح نقوله له قال له احنا ما بنبيعش عرق سوس يا ابني. قال له طب ده الراجل ده كان ورا وانت يا سيدنا كنت فين؟ كنت جوه الهيكل. جبتها ازاي دي؟ انا ما اعرفش لكن هو ده البابا ايه البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. الاسبوع ده جاني جواب بالتحديد يمكن من اربع ايام من سيدة من المعادي بتحكي في قصة غريبة جدا وانا يعني بديت اكتبها في جزء 14 من صدق ولا بد ان تصدق كتاب. يعني بتقول بنتي السنة اللي فاتت في 96 جالها دور سخونة. بنتها دي في ثانوية عامة اللي هو تانية ثانوي يعني على النظام الجديد. بتقول خدناها وطلعنا على الدكتور. الدكتور قال دي نزلت برد شديدة. بتقول خدت الدواء لمدة اسبوع الحرارة طلعت ما نزلتش. خدناها الدكتور تاني. الدكتور التاني برضو يعني ما جابش معاها نتيجة فاضطروا يجيبوا دكتور حميات اسمه دكتور اديسون دكتور معروف في الحميات يعني. فالدكتور قال لهم دي لازم تتنقل دلوقتي مستشفى الحميات بتاع امبابة عشان نعمل لها بذل في النخاع دلوقتي. بتقول الام نقلنا البنت الساعة 2 صباحا ودخلوها اوضة العمليات عشان يعملوا لها بذل. بتقول وانا عمال اعيط وابو البنت بيعيط والبنت هتروح من ايدينا. قالت لكن جه على دماغي البابا ايه البابا كرولوس. قالت له فين صليبك يا سيدنا؟ فين صليبك يا سيدنا؟ شفاعتك يا سيدنا احنا خطاه صلينا انت. مش بيقول صلوا بعضكم من اجل ايه من اجل بعض وطلبت البار تعمل ايه يا جماعة تقتدر كثيرا في فعلها. بتقول عدنا نعيط واخيرا طلعوا البنت من قط العمليات دخلوها في أوضة. فالبنت بدت تفوق شوية. فاللي حصل ان لما بدت البنت تفوق وهم دخلوا البنت قالت لهم اطفوا النور. ليه يا حبيبتي؟ قالت لهم عشان عندي ضيف واقف بيكلمني اطلعوا برا. طب ضيف مين يا حبيبتي؟ قالت اه يا ظهري. ايه اللي في ظهرك يا حبيبتي؟ قالت لها الصليب بتاع سيدنا خبطني بيها على ظهري. فالام بتقول خفت انا وابوها وخرجنا بره. وبعد شوية يمكن نص ساعة حسب كلامها في الجواب تقول لابوها خش يا فلان. يقول لا انا خايف. تقول له خايف من ايه؟ طب اقول لك تعال نخش مع بعض هنسيب البنت كده. لكن سمعين البنت بتتكلم وفي اللي بيرد ايه اللي بيرد عليها. بنقول دخلنا بنقول للبنت في ايه يا حبيبتي؟ قالت لهم ليه دخلت دلوقتي؟ انتوا فتحتوا الباب من هنا وهو مشي ايه من هنا. شفت ايه يا حبيبتي؟ قلتم شفت سيدنا البابا كيرلس وجايب لي صورة للست العدرة حطها لي على راسي. هما طبعا ما شافوش صورة لكن البنت بتقول البابا كيرلس دهني بالزيت. وتقول بصينا في وشها لقينا فعلا بقعة زيت على راسها من هنا. وبتقول بعد كده البنت الحرارة انخفضت تماما. الممرضة ضربت التليفون لمدير المستشفى. كان تعليقه أن هذا الأمر لم يحدث في تاريخ الحمى الشوكية اللي كانت عند البنت
ولا حدث ان الحرارة نزلت مرة واحدة. طبعا بالنسبة لي انا اقول لا دي تحصل ونص كمان، طالما فيها البابا كيرلس يبقى ايه، يبقى تحصل. وبتقول تاني يوم خدناها وروحنا. والعجيب ان البنت امتحنت ثانوية عامة السنة دي وجابت 95%، اتدهنت بايد البابا كيرلس. ده انا بقول ده قليل عليها 95، يدينها البابا كيرلس يجيب 95 بس، دي مفروض تجيب 195%، مش كده ولا ايه؟ لكن خطايانا الكثيرة وشرورنا الوفيرة وذنوبنا اللي واقفة ومعاصينا قدام عينينا، هنعمل ايه؟ هنقول له سامحنا يا فدينا. كان في اب كاثوليكي في كنيسة سانت تريز في شبرا، كان اسمه ابونا ادمون. ابونا ادمون ده كان راجل طيب، وكان في دكتور خاص بتاع البابا كيرلس يحب ابونا ادمون ده قوي. ابونا ادمون ده كان راجل كبير وعجوز وتعب، ودخل المستشفى ودخل العناية المركزة في المستشفى اليوناني على ما افتكر. فحالته اتأخرت قوي، قالوا ده تعبان خالص وده ما بي يعني ما فيش في وعيه، يعملوا ايه؟ فاللي حصل اني طلع يجري الدكتور يوسف رياض للبابا كيرلس، قال له يا سيدنا ابونا ادمون. قال له مين ادمون ده يا ابني؟ قال له ابونا ادمون ده بتاع سانت تريس شبرا، اسيس كاثوليكي وراجل حبيبي وهو في العناية المركزة. قال له يعني ماله يا ابني؟ قال له ده في الامر ده سيدنا في تعبان خالص. فالبابا كيرلس قدامه بونبونيرة فيها بونبوني، راح مفرغ ورقة كده وحط البونبونية ببقه، والبابا كده شغل البونبونية كده ببقه لمدة مثلا 10 ثواني، وراح مطلع البونبونية تاني لفها في الورقة اياها بتاعتها، وقال له خد يا ابني روح حطها له ببقه وربنا هيتمجد. طلع يجري الدكتور يوسف رياض واخد الدواء بقى اللي هو الايه؟ البونبوناية، وطيران على المستشفى اليوناني في العباسية. وطلع يشوف بقى لما يكون دكتور كبير واخد البونبوناية دي، برغم ان ابونا ادمون ده عنده سكر مثلا، وطلع يجري وقال له ما نخش غير مركزة. قال لا ده دكتور، ده انا اسمحوا لي بس انا ثانية واحدة. ودخل الدكتور يوسف رياض وطلع البونبوناية بتاع البابا كيرلس وفتح بق ابونا ادمون، وراح زائق له الايه؟ زائق له البونبوناية. ضاقها بقى وهو مش واعي وكده، بدا يستحلي الايه؟ البونبوناية، وبدت البونبوناية تتحرك، وبدت الغدد اللي هنا دي يظهر فيها ايه؟ النبض كده شوية، وبدا يبربش بعينيه. ما البونبوناية بدت ايه؟ تشتغل. وشوية لسانه بدا ينطق. شوية قال لهم اعدوني. اعدوك؟ ده انت مش دريان بعيشتك، ده انت تعبان خالص. قال لهم اعدوني، راحوا مقعدينه، اسندوني. طيب عايز اروح دوره الميه. يا عم ده انت ما تقدرش تحرك. لا ودوني. المهم راح دوره الميه ورجع، قال لهم انا ماليش طهقان اقعد على السرير، قعدوني على كرسي. على كرسي شوية كده، ما فيش يمكن نص ساعة وعدى مدير المستشفى. قال لهم لا، ده انتم مخليينه ليه؟ ده يخرج، ده بقى ما فيهوش حاجة. لكن عايز اعرف من نص ساعة كان اسمه هيتكتب في الوفيات، ودلوقتي بقى اسمه في عالم الاحياء. ايه اللي حول القصة دي؟ ضحك الدكتور يوسف رياض وقال له معلش اصلي ده البونبوناية بتاعت البابا كيرلس. قال له يعني ايه؟ قال له بحكيها لك بعدين. قال له انا فاكر انك جبت دواء ولا يعني حاجة كده منشطة، وعايز اعرف يعني حاجة مستوردة يعني. وفعلا هي مستوردة. مستوردة منين؟ من السماء. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. الله العجيب، الله العجيب. اخت من اسكندريه
بتحب البابا كيرلس قوي قوي، وجت في ليله حلم ان البابا كيرلس حلم جميل كده، وبعدين بيقول لها كفايه يا بنتي بقى انا همشي. ايه تمشي ليه يا سيدنا؟ خليك معايا، ده انا ما صدقت وايه ولقيتك. قال لها لا يا بنتي خلاص بقى انا همشي. ايه لا يا سيدنا خليك. قال لها لا يا بنتي عندي مشوار لغايه الصعيد. هتروح تعمل ايه يا سيدنا في الصعيد؟ قال لها واحد اسقف يا بنتي هروح اجيبه هيسافر معانا فوق. وحلمت الحلم ده وصحت الصبحيه قالت له في اسقف في الصعيد هيموت. انت بقى تشغلت له لازم شفت البابا كيرلس وقال لي كذا كذا كذا. تاني يوم بتفتح الجرايد لقت انتقل الى الامجاد السماويه مثلث الرحمات الانبابين اسقف ملوي وانصنة والاشمونين. يبقى اللي كان جاي ياخده كان مين؟ البابا كيرلس. ربنا العجيب، ربنا الايه العجيب، ربنا شغل ربنا ده. عشان كده ربنا نقول له ارفعني لفوق خدني ليك. ربنا حلو. مرة البابا كيرلس بمناسبة صوم العدلة في صلاة رفع بخور عشية كده آخر النهار زي دلوقتي كده، وبيصلي وماسك الشورية والشماس ماسك علبة البخور وماشي وراه، وجي عند السورة بتاع العدلة وقال لها صباح الخير يا عدلة عاملة ايه النهاردة؟ الشماس قال يا عيني سيدنا البابا مش عارف الصبح من الليل، ده فاكر نفسه انه في الصبح بدري عشان هو عنده الصبح زي ايه زي الليل. الشماس يقول الكلام ده ايه في دماغه. بص له البابا كيرلس كده وقال له لا يا حبيبي انا عارف ان احنا بالليل، بس دول بقى ما عندهمش ليل، دول عايشين في النهار على طول. فالواحد لما يقول لها يا عدرا يقول لها صباح الخير يا عدرا، ما يقولهاش مساء الخير، دول ما عندهمش ليل. صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. بابا كيرلس كان بيشم الناس كده بالتقوى والفضيله. يعني اذكر واحد كنت انا شفته، هقول لكم شفته ازاي. الراجل ده راجل اسكندراني وشريك في مصنع البان لواحد مسيحي. يعني الراجل ده اذا راجل ايه ايوه. المهم يعني اللي حصل اني صاحبه ده اسمه مرقص قال له انا رايح دير مريمينا مريوت تيجي معايا؟ قال له اتفرج وانا هغرم حاجة نتفسح زي ما بيقول الاخ. اركب. راح على الدير لقوا القداس شغال والبابا كيرلس بيصلي القداس، واحد من الاباء الرهبان ماسك الدف وشغال. فوقت على صاحبنا في اخر الكاتدرائية ورا كده، وقت على صاحبه قال له هو ابوكو ده بيبيع عرق سوس؟ قال له ليه؟ قال له بيخبط بالبتاع بتاع الناقوس بتاع عرق السوس. قال لي يا اخي عيب، احنا واقفين في بيت ربنا اتلم بس، مش وقته كده. المهم فضل واقفين لغايه ما القداس خلص والبابا كله سوق في يسلم على الناس. فصاحبنا واقف الصف زيه زي ايه زي بقيه الناس، وجه عند بابا كيرلس. بابا كيرلس قال له تعال اخوي احنا بنبيع الرئسوس يا ابني. دب وراح ايه مديله الالم اللي هو في عينيه، بدت ايه تعيط. روح عينيه بدت تعيط، قال لي صاحبي يظهر ان انا غلطت، وديني عند البابا كيرلس يصلي لي عشان عينيا ايه تخف. خده وراح للبابا كيرلس قال له يا ابني اقرا الانجيل يا ابني عينيك تخف يا ابني، هو اللي يلمع عينيك. بدا يقرا الانجيل، وبعد ما بدا يقرا الانجيل كويس انا قابلته وانتوا عارفين الباقي. وصدق ولا بد ان ايه ايوه ولا بد ان ايه تصدق، والحيطان ليها ايه ولا بد ان تصدق، مش كده برضو؟ طيب اي ماشي على الهواء. اي طيب نقول كمان حاجه افكركم بيها.
واحد قريبنا صعيدي من الصعيد حب يحضر قداس العيد في مصر. انا حكيتها كتير الحكاية دي وبتأثرني جدا. راجل صعيدي فجه كده يوم البرامون يعني يوم قبل العيد الصبح ولف كده العمة الايه التمام لقيت سرير كده تنفع برضو وتظلل عليه من الشمس وقت ما يكون الدنيا حر ولو اتزنق في حتة عاوز يتغطى يفردها يلاقيها ملاية تنفع كافة وتنفع عمة المهم يعني تنفع لكافة الاغراض الاقتصادية والاجتماعية. المهم ونزل مصر وفي كلود بي راح داخل على شارع كنيسة مرقصية وداخل كده عشان يحضر ليلة العيد وكان بقى المنظمين والشمامسة ورؤساء الشمامسة ولجنة النظام ولجنة الكشافة رايح فين يا عم يحضر قداس العيد عند البابا كرولوس. المهم بص لقى ثلاث صفوف الاولين فاضيين قال شوف الناس بتوع مصر قال ايه قاعدين ورا وسايبين ايه الكراسي طبعا الكراسي دي كانت محجوزه عشان ايه الضيوف مندوب الرئيس ومندوب رئيس الوزراء ومندوب الصحافه والاحزاب وبتاع وجه على اول كرسي اللي هو بتاع مندوب الرئيس وراح ايه وراح قاعد قعمز زي ما بيقول الاخ وراح متربع كده بابا كروز ضرب طرف عينه كده من جوه بقول مين ده ام بصميل ده قال له سيدنا ده مندوب الصعيده قال يا ابونا جرجس بشاره ابونا جرجس بشاره ده عارف عم سعيد كان اصلا في قنا وكان وكيل مطرانيه قنا انت راجل صعيد روح يفهم مع راجل ده خليه ايه يركن على جنب كده فطلع ابونا جرجس الله ينح نفسه وكان لسانه حلو خالص قال له الحمد لله على السلامه يا عمده وزي الصعيد وكل سنه وانت طيب وربنا يعود عليك الايام بالخير والبركه وانت منور الكنيسه بس يا ريت تسيب المكان ده عشان يعني في ضيوف. قال له ايه ضيوف اهم من ولاد الكنيسه ولا جيرانكميه بتوع مصر ضيوف يقعدوا ورا يا عم يرضيك يهديك ان يحاول يتحتحوا من مش ممكن. دخل سيدنا البابا قال سيدنا انا ما عرفتش اعمل معاه حاجه. قال طيب اطلع انت يا انبا صميل انت اسقف يعني هيعمل لك ايه يعمل لك هيبه ويعمل لك حساب. انبا صميل كان راجل يعني بتاع دبلوماسيه وراجل نص كلامه انجليزي ونص كلامه عربي طلع قال له اهلا يا عم المقدس الحمد لله على السلامه. قال الله يسلمك يا سيدنا. قال له اصل شوف يا مقدس باختصار المكان ده بتاع السلك الدبلوماسي قعد يبص يشوف الايه السلك الدبلوماسي ما لقاش سلك. قال له يعني ايه سلك ما فيش سلك. قال له لا اصل يعني اقصد الدبلوماسيين قال يعني ايه البلماسيين دي بلاميس. قال له لا يعني اقصد. قال له سابوا عم بصميل دخل للبابا قال له سيدنا ماليش دعوه. قال طب يا ابني ما فيش فايده. راح طلع له البابا كرولوس وقف في نص خرس الشمس كده وقال له كلمتين اثنين يا رزق الله يا بتاع مغاغه اتسحب على جنب وركن جنب الحيط. بيقولوا ان الراجل مش بدا ينقل رجليه بدا يجر رجليه جر وبدا عرقه ينزل وقعد يخر عرق لغايه ما القداس خلص. وبعد ما القداس خلص سحبوه للبابا كيرولوس. بابا كيرولوس قال له يا ابني بسمع الكلام يا ابني اسمع الكلام من اول مره اطلع رفايل يا ابني هات له حته لحم يا ابني بدل العرق اللي نازل عليه ده عشان يروح يفطر وفي عياله. وصدق ولا بد ان ايه بابا كيرولوس يقول له اهلا يا دكتور الحمد لله على السلامه. الشاب ده يقول له يا سيدنا انا في كليه اداب. يقول طب وماله يا ابني اهلا يا دكتور الحمد لله على السلامه. المهم اتنيح البابا كيرولوس والاخ ده حصل على صنص اداب وجاب تقدير. بعض الناس قالوا له ايه يعني قدم على دراسات عليا انت يعني اتسلى فقدم. ام يريد ربنا ان القسم اللي هو قدم فيه عدد الدكاترة او عدد الاساتذة فيه قليلين
فكان لازم يشجعوه ان يعمل رسالة دكتوراه عشان يتعين استاذ في الجامعة ويبقى دكتور زي ما البابا كان بيقوله هو طالب صغير. كان كل ما يشوف البابا كورس يقول له ايه اهلا يا سيدنا انا في اداب. انت في اداب لكن البابا كرولوس بيقول ايه دكتور. ولما البابا كرولوس يقول دكتور يبقى ايه دكتور. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. زوجة فاضلة لاحد الاباء الكهنة بدأت تشكو من الم في صدرها، فكان لابد ان يلجأوا للاطباء، فالاطباء قالوا ده ورم ولا بد من الاستئصال لان الشكل كده واين ان ورم خبيث. ابونا زعل وخد على خاطره وراح للبابا كرولوس قال له يا سيدنا مراتي عندها ورم وهيعملولها عملية وهيشلولها صدرها. قال له بطل اشاعات بقى، انت بتاع اشاعات بقى. قال له يا سيدنا ده دكاترة الدكتور رؤوف جندي جراح مشهور ومعروف. قال له بقول لك دي اشاعات بقى. طب اروح اقول للدكتور البابا كرولوس بيقول دي اشاعات. المهم راح للدكتور قال له دكتور قال له نعم قال له ممكن نحلل. قال له دي عملية جراحية ما فيهاش حاجة يا ابونا اسمع نحلل. انت يا ابونا خليك فبانا لازم بتاعتك ودعينا بس ان ربنا يوفقنا والعملية ايه تتم بسرعة. قال له اصلي. قال له لا اصلي ولا اصلي يا ابونا ده شغلنا واحنا عارفينه. راح للبابا كرولوس ثاني قال له يا سيدنا الدكتور. قال له الدكتور يعمل اللي يعمله يا ابني لكن هم العملية مش هتتم يا ابني. انا قلت العملية مش هتتم. دخلت قط العمليات وكانت المفاجأة بيفتحوا صدرها لقوا غدة لبنية ناشفة ومحجرة واللي في صدرها ماهوش ورم لكن غدة. يدوبك شالوا الغدة وقفلوا الفتحة بتاعت الصدر وكأن لم يكن ايه اي شيء. الشيء اللي انا عايز اسأله، هل البابا كرولوس يعرف اكتر من الطب ولا هناك علاقة سماوية ولا ربنا كشف له عن امور الانسان ما يعرفهاش؟ انا مش عارف، لكن كل ده ان دل يدل على ان في اشعة روحية عند البابا كرولوس بتكشف له الايه اعماق الامور. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. زمان كانوا بدوا يعملوا كنيسة ابو سيفين في حدائق القبة، وحصلت ظروف زي اي كنيسة واقفل وهات ايه ترخيص. فما كان من البابا كرولوس اللي انه بيبخر في الكنيسة والشماس شايفه بيبخر كده، جاء عند ماري جرجس قال له ازيك يا بطل صباح الخير يا ابو جورج عامليه ماري جرجس النهاردة كويس يا حبيبي ايوه كده برتع بحصانك انت كده شرق وغرب وخلي نفسك مع ابو سيفين خشب. ابو سيفين ايه خشب. جي عند مارمينا ازيك يا حبيبي عامل ايه يا مارمينا النهاردة كويس مالك انت واخد حقك بالحق ومستحق نهارك فل يا مارمينا. جي عند ابو سيفين قال له ها خليك مبلط في الخط انت يا ابو سيفين خشب، كنيستك مش عارف تفتحها خليك نايم في الخط يا اخوي. وخد بعضه وايه ومشي. الشماس اللي ورا سيدنا الشماس كبير قال له يا سيدنا حكاية ابو سيفين خشب. قال له ابو سيفين يا ابني مش عارف يفتح كنيسته في حاله بقى، انا راح افتح حاله انا زعلان منه مرضيتش اديله بخور ولا صبح عليه زي بقية الايه زي بقية القديسين. لما يفتح الكنيسة نبقى ايه نبقى حبايب. صدقوني ابونا اللي روى الحكاية دي بيقول ثلاث ايام بالعدد وانفتحت كنيسة ابو سيفين ونزل البابا كرولوس لم الشمس قال لهم يلا بقى نصالح الراجل.
ابو سيفين، ابو سيفين مسلولين حلوين كده ونزل. قالوا ما تزعلش يا عم، ما كنتش اتخانق معاك انت وراح اتخانق مع الامن، انت اقدر عليك، احنا ستر وغطى على بعض، وانت ما تجيش الا بالعين الحمراء يعني. لكن اتفتحت الكنيسة بالعشم وبالثقة وبالايمان، وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. قاعد العيال واحد اسمه ابونا داود كان الله ينيح نفسه في كنيسة رود الفرج، ابونا وخيل الموجود دلوقتي. ابونا داود ده كان راجل كبير قوي في السن وراجل عجوز، راجل عجوز، وكان البابا كرولوس في زيارة في دير مارمينا كده معتكف كام يوم. فابونا داود راح هناك وخد سيدنا البابا كرولوس كده على جنب وقعدوا كده اتكلموا مع بعض شوية، وبعدين سمحوا للناس يوم حضروا القعدة. ففي اخر القعدة ابونا داود بيقول لسيدنا البابا كيرلس، بيقول له طيب عاوز مني حاجة؟ قال له تعيش يا حبيبي تعيش. قال له طيب اصل انا خلاص انا مسافر. فالبابا كيرلس قال له طيب سافر بالسلامة، بس انتم السابقون ونحن اللاحقون. قال له طيب يا سيدنا بس ما تغيبش عليا. قال له لا يا حبيب ابوك، اقل من سنة هكون عندك. خدوا بالكم من الكلام، اقل من سنة هكون ايه، هكون عندك. ابونا داود ده نازل من الدير، فقال لابن ابونا مخيل قال له انزل بنا في الرست شوية. فالرست كده اللي في طريق الصحراوي، نزل وخد ابنه على الترابيزة كده وقال له خد بالك امك ليها كذا كذا، وتعمل مع اخواتك كذا، عطلوا التوصيات اللي هي قبل الايه، قبل السفر. وفعلا اتنيح ابونا سنة على ما افتكر سنة 70 في شهر مايو، والبابا كيرلس فعلا اقل من سنة اتنيح سنة 71 في 9 مارس، عشان يتم كلام البابا انت مسافر واين جاي لك يا حبيب ابوك، فاقل من ايه، اقل من سنة. وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. رواه في واحد صديق انا اعرفه، هو ماسك مطبوعات مطرانية بن سويف، روالي ان هو في بداية حياته الزوجية مراته خلفت 4 مرات والعيل بعد 6 شهور يموت. فجي في يوم من الايام كانوا في اسكندرية، فقالوا لهم ده البابا كيرلس موجود هنا. فهي كانت يعني ما تعرفش انها حامل، فراحوا زاروا البابا كيرلس. بابا كيرلس بصله كده قال له ما تزعلش يا ابني، ما تزعليش يا بنتي، احنا مش زعلين يا سيدنا. قال له اللي ببطنك ده هيعيش، هم ما شكوش، ما شكوش، ما قالوش لسيدنا ان احنا خلفنا قبل كده 4 مرات وكل مرة العيل يموت، ما شكوش. لكن قال لها بنتي اللي ببطنك هيعيش، وكمان يا بنتي هيكون مبروك. فعلا جابت بنت وسميتها ميرفت. على فكرة ميرفت دي انا حضرت فرحها، سافرت بني سويف مخصوص، وهي فعلا انسانة مبروكة خالص، تحس في كده انها انسانة بركة بركة، لانها ولدت بنبوة من البابا كيرلس او بدعوة من البابا كيرلس، فخرجت مشحونة بنعمة الله. وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. واحد من المحبين للبابا كيرلس انا كنت اعرفه شخصيا، كان مهندس وعنده مصنع في شارع بورسعيد، شارع بورسعيد هنا في القاهرة. وكانت المدام بتاعته ست طيبة خالص خالص، بس كانوا بقى يحبوا البابا كيرلس حب، يعني يزوروا البابا كيرلس مثلا 3-4 مرات في الاسبوع، يحضروا مع عشيات وقداسات، عشيات وقداسات. وفي يوم من الايام
بمنتهى البساطة الست واقفة كده قدام بابا كيروس قالت يا سيدنا مش ناوي تزورنا في البيت بقى؟ البابا كيروس قال اه ازورك في البيت. جوزها بقى قال ايه ده؟ حد يقول للبابا زورنا والبابا بيزور حد؟ انت اتجننتي؟ بابا كيروس بص له كده ليه بقى ما تخف عن الست بقى؟ اه ست هزورك. قالت شوف يا ربنا يخليك يا سيدنا جبرت خاطري شفت يا كامل الحمد لله سيدنا ما خلكش تشمت فيا. روحت مدام البشمهندس كامل جابت ثلاثة خدامين نظفوا الشقة ومسحوها بالربص والصافو والسلم خلوه على سنجة عشرة ولموا الزبالة وكحطوا الأرضية وخلوها ايه بقى عشان البابا كيرلس ايه جاي. عدى اسبوع 8 ايام 9 ايام 10 ايام جوزها قال لها انا مش قلتلك انا عشان تصدقيني البابا ما يزورش حد في البيوت. يا سلام لو تصدقيني. قالت برضو يا سيدنا كده تشمت كامل فيا تخلي كامل يشمت فيا. طيب يا سيدنا لما اشوفك قبل سيدنا البابا بعد كده قلت له كده يا سيدنا تشمت كامل فيا مش وعدتني يا سيدنا؟ قال لها ايه بقى مين قال لك ان انا ما جيتش؟ قال لها ما انت ما جيتش يا سيدنا. قال لها اقول لك بقى مين ابو طربوش اللي انت حاطين الصوره بتاعته في اوضه النوم ده؟ ها ده ابوك يا كامل. هي بتقول لجوزها انا هو حاطط صوره المرحوم ابوه في اوضه النوم بيحب ابوه قوي فمعلق له صوره في اوضه النوم عشان يصبح عليه ويمس عليه. قال له ايه الصوره الوحشه اللي حطاها في الصاله دي بقى يحطوا صفيحه الزباله ورا باب الشقه؟ الله ده تاني سيدنا بيوصف الايه الشقه حته حته. يبقى راح الشقه ولا ما راحش الشقه؟ قال انا جيت بقى بس انتوا ما كنتوا نايمين بقى لكن عايز اعرف راح امتى وازاي وهم ما خرجوش من الشقه ولا يوم منتظرين سيدنا لكن ما اعرفش. هو ده البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. هقول لكم على حاجه برضو قلت لكم قبل كده ناس من اسكندريه طلبوا معاد من سيدنا يا سيدنا عاوزين معاد ضروري جدا يا سيدنا عندنا مشكله مهمه يا سيدنا ولا خلاص تعالوا بكره الساعه 3 الظهر. الناس جايين بقى من الطريق الصحراوي عشان الطريق الصحراوي ايه سريع وعند مدخل الهرم كده في محل بتاع سمك اسمه خريستو. جه من اسكندريه فشموا ريحه السمك كده خبطت في مناخيرهم قالوا ايه ناكل سمك مصر ندوق سمك مصر ندوق سمك مصر بس دلوقتي الساعه 3 الا ربع. قالوا يعني هو البابا هيقابلنا 3 بالكاف والنون يعني؟ يا عم خش خش نتغدى حتى نروح عند سيدنا ايه متغديين. دخلوا واكلوا وانبسطوا وخدوا بعضهم وراحوا للبابا وصلوا 3:30. بابا كيرلس بص لهم كده ايه بقى مش معادكم الساعه 3 اتاخرتوا ليه بقى؟ سيدنا انت عارف المواصلات والاشارات والسكه يا سيدنا بقى انت عارف يا سيدنا هنعمل ايه بقى السكه وحشه. قالوا طيب ضرب الجرس هات لهم يا ابني ليمون يهضموا السمك اللي عطلهم في السكه. الله هيخبوا على مين؟ هيخبوا على البابا كيرلس. ده البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. وعاد البابا كيرلس مره في زيارته الرعويه للصعيد راح اسيوط فكان الناس زحام شديد خالص فاحمل اباء الكهنه حط نفسه في الكردون اللي حوالين سيدنا يعني كده بايديهم يحوشوا الناس عشان البابا يعدي وابونا عمال يجيب له ورا وابونا لابس نظاره والناس بتشوح واللي عايز ياخد بركه واللي يمد ايده فواحد بينطر ايده النظاره بتاعت ابونا طارت. طبعا الدنيا زحام مين هيدور على النظاره ومين هيلاقي نظاره ابونا؟ ابونا طبعا من غير نظاره بدا ايه يلوش يعني اللي لابس نظاره زي حالاتي يدوب يخلع النظاره يعني بيبقى شيش بيش زي ما بيقولوا يعني.
فوسط ما لقاش النضارة قاعد يلوش البابا كرولوس، قال له بس يا حبيب ابوك بس بس خد يا ابن النضارة. لقطها ازاي البابا كرولوس وجابها له ازاي انا معرفش، لكن ده زحام وألوف، ولو وقعت على الارض طبعا هتتدغدغ حتت، لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحد مهندس كان بيقدم رسومات لكنيسة ماري جرجة المنس للمكس في اسكندرية، ومراته عندها جلطة في رجلها، فخد الرسومات وراح للبابا كرولوس بيقول له الرسومات يا سيدنا هي، وارجو انها تعجب قداستك، واحنا لاحظنا وعملنا وسوينا. قال له طيب يا ابني طيب. ضرب جرس جاله التلميذ قال له هات يا ابني قطن الزيت للمهندس رمزي عشان مراته في البيت عندها جلطة. الراجل ما قالش وما فتحش سيرة لسيدنا، لكن ازاي سيدنا حس ان مرات الراجل اللي قدامه ده عندها جلطة؟ الشيء العجيب ان البابا كيرولوس كان عنده حاسة عجيبة، كان يحس بايه؟ بالناس. حاجة كمان بيقولوا ان مرة من المرات كان في واحد موظف في البليانة، بنادي دي طبعا سوهاج اخر سوهاج من ابني، والراجل ده جي بيقول له يا سيدنا احنا عيلتنا من البليانة وعايزينك تدعينا خالص، ادعينا قوي. قال له انت منين يا ابني؟ انا من البليانة. قال له لا يا ابني، انت اصلا ابوك من البليانة وامك من برديس، برديس دي بلد قبل البليانة تبع سوهاج برضه. ازاي البابا كرولوس عرف ان ابوه من البليانة وامه من برديس؟ انا ما اعرفش، هل عنده يعني جهاز كشف الانساب وجهاز كشف الـ 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 الاصل العائلي؟ لكن البابا كيرلس كان عجيب جدا، وده نموذج لعطيه الله للكنيسه، ان ربنا بيدي للكنيسه نعم وعطايا واجهزه روحيه شفافه لكي تسوس الكنيسة بعطية الروح القدس. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. وسامحنا يا فدينا وباركنا يا يسوع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع. صدق ولا بد ان ايه ولا بد ان تصدق. في يوم من الأيام راح أبونا نيدروس قديس البياضية إلى قرية جنبيه اسمها الروضة. قرية الروضة دي كان بيخدم فيها واحد اسمه أبونا زكريا، كانوا قرايب. وإذا أبونا ومن الفيوم نطلع على اسكندرية، واحدة اسكندرانية بدأت تخش في دوامة ايه البرشامة اللي تحت اللسان، تعرفين طبعا تحت اللسان دي بتاعت الايه بتاعت القلب. عندهم القلب دايما اللي عنده القلب يبقى معاه البرشامة العلبة البيضة دي الطربوش بتاعها احمر، عشان الازمة تيجي تاخد البرشامة تحطها تحت اللسان تستحلب البرشامة تبتدي العملية ايه تهدى وتبقى زي الفل. لكن الست دي بتقول يعني انها قالوا لها القلب ومش القلب، راحت كشفت وقالوا لها ده في خراج في الرئه، فصعبت عليها نفسها وقعدت تعيط. فجالها البابا كرولوس بس اتاخر عليها شويه، بتقوله لسه فاكرني يا سيدنا؟ قال لها ايه بقى؟ طبعا ده اسلوب البابا كرولوس، ايه بقى؟ قلت له ايه ايه يا سيدنا؟ قال انا راجل عجوز بقى، على ما بوصل بقى بمشي على قدي بقى، وانت جايباني من اخر الدنيا مش انتظر عليا ولا تجيبيني بالزرار؟
قلت خلاص يا سيدنا بس انا بموت. قال لها دوب شويه التهاب يلا وراح نافخ فيها. قومي بقى هاتي وش. نفخ وشها ست قعدت وقامت وبطلت تستخدم كل الادويه لان زارها البابا كيرولو زياره من اسكندريه على الصعيد في اسنا. في واحد يعني اخو راهب في دير السريان, في دير السريان راهب اسمه ابونا سمعان السرياني, اخوه ده اسمه عياد الشايب, اخو ابونا سمعان. عم عياد يعني جاله تعب لدرجة نقلوه بعد عنكم من الطيارة من الأقصر للقاهرة ومن القاهرة على المستشفى السلام عدل. ايه الحكاية؟ قالوا انه عنده تقرحات في المعدة ومفيش فايدة وبياخد نفسه بالعافية, لكن الراجل في حب كبير جدا للبابا كيرلس. قالوا يا سيدنا, حط الصورة جنبه كده, يا سيدنا انا ابنك وخدمت معاك شماس وخدت بركتك, معقولة تسيبني اموت الموتة الغريبة دي؟ انا طمعان انك تجيني. بيقول انه جسمه تقل في النوم بعد العتاب ده, ولما جسمه تقل حس بالممرضة فتحت الباب. الممرضة فتحت الباب شافت منظر غريب جدا. هو عم عياد اتهيأ له ان البابا كيرلس واقف جنبه ماسك الشوريه وعمال يهز في الشوريه, وطبعا كل ما يهز الشوريه يطلع ايه؟ بخور. الممرضه فتحت وقالت الحقوني الحقوني. في ايه؟ قالت لهم العيان بيتحرق. العيان بيتحرق يعني ايه بيتحرق؟ الدخانه ماليه الاوضه. هي مش طبعا ما شمتش, اصل مش اي عقل واي قلب يميز ريحه الايه؟ ريحه البخور. ايه الحكاية؟ الحقوني وتعالوا شوفوا العيان بيتحرق. الناس دخلوا لقوا بخور. يا عم, قال لهم نعم. ايه حكاية الدخانة؟ قال لهم دي مش دخانة, ده بخور. هو راح فين؟ هو راح فين؟ هو مشي؟ مين هو اللي مشي؟ انت اتجننت؟ لا, ما هو كان هنا, كان ماسك الشوري. كان ماسك ايه؟ قال لهم الشوري. ايه هي اللي بتقول عليها دي اللي كان بيبخر بيها؟ صحيح, ده ريحة البخور. مين هنا؟ قال لهم الراجل اللي في الصورة دي اسمه البابا كيرلس. وسعولي كده يمكن يكون في الصالة. قام يجري يدور عليه من هنا لهنا, يدور على البابا كيرلس, ما عمل اللي عليه وايه؟ ومشي. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واو دكتور في ناميبيا, ناميبيا دي بلد في افريقيا كده جنوب شرق ناميبيا, بلد كلها ناس سود دولي. بيقول انه كان معاه في جيبه صورة للبابا كيرلس. واحد من المحبين هناك جات له بعد عنكم ملاريا, فطبعا درجة الحرارة ترتفع بيبقى فيه خطورة على صحة المريض. بيقول استخدمنا معاه كل وسائل الطب ودكاترة انجليز من انجلترا ومصريين وعراقيين واوغنديين وكينيين وعمالين نعالج فيه ومفيش فايدة. قال اربع ايام درجة حرارة مرتفعة وقلنا خلاص ده يعني المرض الملاريا دي مسكت فيه هتخلص عليه. قال وانا واقف, قال فبقول للزملاء الاطباء انا معايا بقى محاولة اخيرة. قالوا له ايه؟ راح فاتح المحفظة وراح مطلع صورة البابا كيرلس وراح حطها له على جسمه. هو حط له الصورة على جسمه, بيقول ففيش 3-4 دقايق والحرارة ايه؟ نزلت وتحسن. قالوا لا احنا عايزين نعرف بقى دي صورة ولا تعويذة. قال لهم لا ده راجل بركة. فالجماعة الدكاترة اتقبوا صاحبنا الدكتور عماد ده. كل ما حد يجي له ماليريا شديدة يقولوا ابعتوا للدكتور عماد يبعت لنا الصورة بتاع الايه؟ بتاع الراجل بتاعه. فاضطر يبعت لمصر يقول معروف مدوني بالاجزخانة شوية صور للبابا كيرلس لانه مش عاوز صورة هتقعد ايه؟ تلف على كل المستشفيات وعلى كل العيانين. والبابا كيرلس بدأ يشتغل في ناميبيا وبقت الوصفة السائدة لمرضى الماليريا
صورة البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحد يعني لا داعي لذكر اسمه جاله بعد عنكم تعب في ظهره وتعب الظهر ده وحش جدا بيعذب الانسان تماما في النومة وفي القعدة وفي الوقفة. بيقول 35 سنة شارب المرار من العمود الفقري. هو على فكرة اسمه العمود الفقري مش الفقري، لكن هتعودنا نقول عليه الايه، هو العمود الفقري لانه فقرات. فالعمود بتاعه ده زائيه العاكر لغاية ما جه في ليلة بيقرأ في كتاب للبابا كيرلس فبيتعدل ظهر وجعه. قال ويا بابا كيرلس، يعني انا يعني مش ناوي تعمل معايا شغلانة بقى في ظهري ده، بدل ما اعمل عملية لانا حمل العملية وخايف من العملية وهتعذب وهشوف المرار، فياريتك ايه تعمل معايا ايه شغلانة. بيقول فنمت وانا نعست من هنا ولقيت البابا كيرلس جاي ومعه واحد من المطارنة في حلم. فالبابا كيرلس قال له مالك يا عم، جبنا لك ابونا المطران اهو يصلي لك. بيقول في الحلم سيدنا المطران اللي مع البابا قال له اتفضل يا سيدنا. قال له يا اخويا صلي انت. قال له طب يا ابني هات ايدك. فبيقول مديت ايدي فشد ايدي حسيت ان ظهري كله طقطق، لدرجة من كتر الطقطقة والالم صحيت من النوم لقيت نفسي قاعد على السرير. ودي عملية صعبة جدا ان اقعد على السرير، يعني عشان اتحول من نايم لقاعد دي عملية ايه بتعذبه جدا. قال الله، بس انا قاعد وحس يبقى ده البابا كيرلس يبقى فعلا عمل معايا ايه، عمل معايا شغلانة. طب اقف كده، نزل رجليه من على من على السرير ووقف، لا مفيش مشاكل. طيب اميل لمؤاخذة اعدل الشبشب، ميل لغاية الارض يعدل الشبشب مفيش مشاكل. قال لا دي العملية بقى يعني لا انا هعمل تدريب احسن. راح طالع الصالة شال كرسي من كراسي السفرة رفعه لفوق ونزله لتحت، طب احط كرسيين جنب بعض، حط كرسيين ويشيل ويخبط، بدأ يعمل رياضة شمال ويمين وهب وفوق وتحت، لا ظهره مفيش ايه. لا ده البابا كيرلس عملها ولا ما عملهاش. صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. عجيب هو الله في ايه في قدسه. الراجل بتاع العمود الفقري ده بيقول حاجة تانية جميلة. بيقول مرة مروح بعد ما ربنا بقى يعني انا معليه بالشفة وبدأ يروح الشغل ماشي، يركب اتوبيس ليل اتوبيسات زحمة يوفر الربع جنيه بتاع التذكرة، فبدأ يروح الشغل ماشي، ربنا رزقه بعيل راكب عجلة راح لاطش فيه، النضارة بتاعته وقعت من على وشه اتشرخت. فاللي حصل ان النضارة اتشرخت، فالناس قالوا له معلش بسيطة ان العدسة بتاع النضارة كويس انت سليم فيك حاجة؟ قال لا الحمد لله يعني مش جت في العدسة بتاع النضارة. بيقول الراجل ده وانا مش هذكر اسمه بيقول انا اتعكننت. ليه؟ دخول مدارس وعايل هم المصاريف بتاعت العيال والكشاكيل والاقلام والجلاد والغلب بتاع دخول المدارس، وناقصه كمان انه يعمل للنضاره ايه عدسه. اروح امسك النضاره البسها عشان اقرا حاجه، انها مش ممكن. قال ويا بابا كيرلس، ده انا بقرا في كتابك كل ليله عشان صدق ولا بد ان تصدق. اقول لك مش داعي اللي بدي اقرا. بيقول طب هعمل يعني هقعد من الشغل، لازم اروح الشغل. الراجل نزل وبدا يتحسس بتاعه النضاره برضه في جيبه، فراح شغله فقدموا له ورق فنسي ان النضاره مكسوره، راح مطلع النضاره من جيبه كده اوتوماتيك يعني او تصرف عفوي، وراح لبس النضاره وقرا الورقه وعمل المطلوب وخلع. بس النضاره مكسوره، انا شفت الورق ازاي، ده انا عيب شعره بالليل. يمسح النضاره
يعدلها يقلبها يشوفها يمين يشوفها شمال ما يلاقيش اي كسر واي شرخ في العدسة. مين اللي عملها معاه؟ اها كده صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. وعجيب هو الله في قديسيه. البابا كيرلس راح لواحد معلش استعرض معاكم ذكريات لورا كده شوي. راح لواحد بيقول له ايه؟ بيقول له يا سيدنا وقعت وحطوا لي جبس في رجلي فصلي لي يا سيدنا. راح سيدنا مد الصليب في صدر الراجل قال له سلامة قلبك يا ابني سلامة قلبك. قال له يا سيدنا دي رجلي رجلي متجبصة. قال له خلاص يا ابني الف سلامة لقلبك ان شاء الله تخف يا ابني وبقى قلبك كويس. قال له يا سيدنا رجلي رجلي بقول رجلي مش قلبي. قال له خلاص يا ابني تعيش اخويا رجلك قلبك الف سلامة. الرجل مشي وخد بعضه ومروح. وهو طالع بيتهم ساكن في الدور الثالث عمال يسحب برجله المتجبسة دي. قبل ما يوصل عرق كده ووقع على السلم. مالك الف سلامة؟ قال له مش قادر اخد نفسي. شالوه ودوه للدكتور. قال لهم ده ما يتحركش من السرير لحسن ده عنده ذبحة. قال لا هو البابا كرولوس كان بيصلي له عشان قلبه ولا عشان رجله؟ يقول له يا سيدنا رجلي. يقول له ايه سلامة ايه؟ سلامة قلبك. البابا كرولوس جابها منين دي؟ انا ما اعرفش. صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. عمل الله عمل الله عمل الله اللي على يد البابا كيرلس كان يبقى واضح ومختوم بختوم الروح القدس. حاجة تانية بيقول البابا كيرلس كان في مرة بيسلم على الناس وناس دخلة كده صف للرجالة وصف للستات. فكان في واحد متجوز وقال لمراته شوف يا بنت الناس احنا مش عايزين عيال دلوقتي. احنا مش عايزين ايه عيال دلوقتي. طيب يعني ايه يا ابن الناس؟ قال لها شوفي بعد 3-4 سنين كده نكون نفسينا ويبقى نخلف عيال. هي بتحب العيال حاشت مرضتش تحوش نفسها او تستخدم حاجة. المهم حملت. فلما حملت جو بتقول له يا فين هقول لك على خبر مش عارفة هيزعلك ولا يفرحك. قال له قلت له ده انا حامل. قال له حامل تروحي تنزليه ما تبقيش مراتي تروحي تنزلي يا ابن الناس ابدا. المهم راحت ايه نزلت اللي ببطنها. شهر 2-3 حملت تاني برضو دماغه زي ما هو. قال لها لازم ايه تنزليه. حكم حكم القواعد ضعيف هتعمل ايه؟ سمعت كلامه. جي بعد كده هو رايح مراته قلت تعالى نروح ناخد بركة البابا كيرلس. راح وقف في الصف بتاع الرجالة وهي واقفة صف الستات. من حظه بقى ان الراجل اللي واقف قدامه معاه عيل صغير في ايده. البابا كيرلس بقى بعينه وحسه قال انت اخينا اللي معاك الواد. الناس بتبص كده مين اللي معاه الواد؟ انت اللي معاك الواد. البابا بيندى عليك. قال له نعم يا سيدنا. قال له خد بالك من اللي وراك ده لحسن ده سفاح العيال الصغيرين. الراجل قال له انا يا سيدنا؟ قال له ايوه انت يا عم يا اللي معاك الواد. نعم يا سيدنا امسك ايدك كويس خد بالك من السفاح اللي وراك ده. الراجل قرب على سيدنا قال له انا يا سيدنا سفاح؟ قال له ايوه يا ابني مش خليت مراتك سقطت مرتين تبقى سفاح ولا مش سفاح؟ صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. عمل الله عمل الله العجيب اللي مليان بركة اللي مليان حب اللي مليان فرح. ده عمل ربنا مش بس كده عطى للبابا كيرلس ان يعرف الراجل اللي هو يعني بينشف دماغه. اصل يا جماعة اولاد الله ظاهرون واولاد الله واولاد ابليس ايه ظاهرون. احنا عايزين نتيقن من عمل ربنا تماما. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق.
البابا كيرلس في زيارته للصعيد لما راح الصعيد يزور البلاد كده كان اخر محطة ليه اسيوط، فكان مطران اسيوط ربنا يديله الصحة انبا ميخائيل مطران الحالي لمدينة اسيوط، فانبا ميخائيل السواق اللي عنده اسمه راضي، عم راضي. سيدنا قال له يا راضي يا ابني تاخد بالك تقعد على الباب بتاع سيدنا البابا، لربما سيدنا البابا يفتح يكون محتاج ايه اي حاجة، ده البابا ضيف. الناس قالوا له يا بختك يا عم راضي، ده البابا كرولوس بقى ده قديس وبيعرف الناس. قال لهم يعرف ايه يعني، وبيضرب المندل. طب هالبابا ما يعرفنيش، هشوف يعرفني ولا لا. بابا كرولوس زحمة دخل الاوضة وشوية عشر دقايق كده وفتح الباب، لقى عم مين اللي واقف له على الباب؟ عم راضي ده. بص له البابا كيرلس قال له يا اخويا احنا ما بنضربش المندل يا ابني، لكن ابوها راضي وانت ايه؟ وانت راضي. حلو يا عم راضي؟ قال له حلو يا سيدنا. قال له اقول لك حاجه كمان يا ابني، خد يا ابني خد، ضرب ايده في جيبه وطلع 10 جنيه، خد روح لمراتك ولدت دلوقتي ليها ربع ساعه. قال له سيدنا لسه قدامها شهر. قال له بقول لك ولدت روح روح. روح عم راضي لقى مراته ايه؟ والده ومستنياه. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ام اخذت ابنها الصغير الرضيع وحطته في اللفه وراحت بيه للبابا كيرلس، قالت له يا سيدنا الواد ده عمال يسهل ودبل مني بقى خلاص بيموت، الله حطيه على كرسي يا ست. قالت يا سيدنا هتاخده على ايديك؟ قال بقول لك يا ست حطيه على الكرسي. فراحت كرسي كده وراحت حطاه، وراح البابا كيرلس وطى كده نفخ في وشه ورشم قرطه بالصليب كده، وهات يا ابني قطن زيت. جاب قطن الزيت ونفخ ودهنه بالزيت. ولا خلاص يا ست؟ قلت له هيموت يا سيدنا؟ قال لا يا اخت مش هيموت، ده هيكبر وهيبقى له كرسي. الطفل ده خف وكبر، والشيء العجيب انه دخل دير من الاديره في وادي النطرون واترسم اسقف على كرسي من الكراسي في الوجه البحري. البابا كيرلس قال له هحطيه على الايه؟ على الكرسي، ده هيخف ويبقى له ايه؟ ويبقى له كرسي. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ازاي جابها البابا كيرلس دي انا مش عارف. شايف يعني العمة وهو في اللفة على دماغه؟ شايف مسحة الروح القدس؟ انا مش عارف، لكن هو ده البابا كيرلس العظيم القديس. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. سنة 70 واحد راح بمراته كده لسيدنا البابا كيرلس، وكان لسه عايش، كان في شهر 2 ولا حاجة، وقال له يا سيدنا صلينا ما عندناش عيال، احنا عاوزين يا سيدنا يعني كده تطلب لنا ربنا يدينا ايه؟ حتة عيل. فالبابا كيرلس حط ايده على راسه كده وصلى، قال خلاص يا عم مراتك هتجيب واد وهتسميه مينا وتيجي تعمدوها عندنا في دير مريمينا. قال له يا سيدنا نعمده هنا في البطرخان؟ قال لا يا ابني تعمدوه عندنا في مريمينا، عندنا مقدستك قاعد هنا يا سيدنا. قال لا يا ابني احنا هنعزف، احنا هنبقى في مريمينا على طول. وعدت كام يوم وتنيح البابا كيرلس، وعلى ما اختنا دي ما حملت وولدت كان عدت السنة بتاعة تذكار البابا كيرلس، واتنقل البابا كيرلس جسمانه الطاهر الى دير مريمينا،
وراحوا فعلا عمدوه فين؟ عندنا فين؟ في مريمينا مريوط. هو شايف كده وصدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. الطاحونه بتاعت البابا كرولوس اللي في مصر القديمه فيها كده يعني حواليها منازل عشوائيه، ففي واحدة ست كده مفترية شايفة نفسها قوي في الحتة هناك يعني. الست دي بتبيع أراضي وتشتري أراضي، ولما شايفة نفسها في الشر ماليها، فكانت دايما تحتك بالستات الأقباط. لو تعرف الفرن دي مسيحية تبتدي تشتم وتسب عادي يعني. فاللي حصل ان الناس كانوا يروحوا المغارة، يا بابا كرولوس ده انت يعني مكانك هنا عاجبك الاهانة دي؟ بصوا لقوا في يوم من الايام الست دي جاية وراحت داخلة على المغارة وقابلت ابونا، قالت له انا عايز اخش الطاحونة بتاع البابا كرولوس. قال لها عاوزة منه ايه؟ قالت له عايز اعتذر عن اللي كان بيحصل مني. قال تعتذري على ايه؟ وقولي لنا ايه الموضوع بالظبط. قالت له انا اول امبارح شايفاه واقف فوق الطاحونه فوق، ده البابا كرولوس طبعا اتنيح، شايفاه واقف فوق الطاحونه كده وبيشاور لي بصباعه كده، يعني ايه؟ يعني عيب. فانا مش قادر انام، انا عايز اخد رضاه عشان اعرف انام وانا اعتذر. قالها الطاحونة قدامك. دخلت وفي الطاحونة صورة كبيرة للبابا كرولوس وهو فارد شعره يعني كده. قالت له انا غلطانة، انا متأسفة، وليك عليا من النهاردة انا مش هكلم حد من ولادك تاني. ومن يومها الست بدت تغير ايه؟ اسلوبها، وبدت تغير معاملتها، لانها وعدت البابا كرولوس انها مش هتكح مع حد من عياله تاني. وصدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واحد بعد عنكم بدا يتعب صحيا، فراح للدكاتره. الدكاتره قالوا له اعمل تحاليل. عمل تحاليل، اتضح عنده الكبد تعبان وفيه فيروس سي. طبعا اعتقد يعني شيء معروف، وبتوع التحاليل موجودين معانا يعرفوا الكلام ده. وطبعا فيروس سي ده يعني مرض مقرف وخطير وبياخد مدة في العلاج. بدأ يكشف واتضح ان الفيروس شغال ونشط جدا وتعبان تعب. فالناس يعني هيعملوا ايه؟ خدوا بعضهم وطلعوا بيه على دير مريمينا، وهناك الراجل بدأ يعيط وهو قاعد جنب المزار بتاع البابا كيرلس. مراته لقت وردة صغيرة كده مرمية على المزار بتاع البابا كيرلس، وردة صفرة كده، يظهر حد جاب وردة حطها على المزار بتاع البابا كيرلس. فقالت له يا فلان، قال نعم. قالت له تقدر تاكل الوردة دي؟ قال لها اكل وردة ان كان دي اللي فيها الشفة اكلها. فراح حط الوردة ببقه وهات يا ايه يا اكل، وخدها بايمان زي ما بيقولوا في الامثال، خد من عبد الله واتكل على الله، مش يقولوا كده؟ فراح اخد الوردة واكلها. وهو راجع يعني كانوا بيسندوه، وهو نازل بعد ما رجعوا قال لهم سيبوني انزل لوحدي اجرب. انزل، بدا ينزل رجله ورجله التانيه، ما تطوحش ولا حاجه زي ما كان بيبقى دايخ. طلع السلم، طلع الدور الثالث، فبيدوا خبر للدكتور، يا دكتور ده حصل كذا وكذا وكذا. قال لهم انتوا كده بهدلتوا الدنيا، ده لما يتحرك كتير الميكروب يبقى نشط اكتر، يبقى كده في خطورة اكتر. عشان اللي انتوا عملتوه ده لازم تعملوا تحليل بكرة.
خدوه ونزلوا تحليل بكره عشان يتمجد اسم ربنا. اتضح ان الفيروس انتهت تماما. علشان كده في العيله سموه الاخ ده اسمه ويليام، سموه ويليام ابو ورده. ويليام ابو ايه؟ ابو ورده، عشان اكل الايه؟ الورده.